وريني بقى يا سيدي. نعم وريني. أنا كنت عايز أقول لسيادتك، أنا عارف كل اللي هتقوله وحافظه، وهريحك على الآخر، وعلى فكرة هنفذ لك كل طلباتك. الله يبشرك بالخير، بس أنا لازم أشوف في الأول علشان أقول رأيي. لازم عاوز تعرف سني على طريقة الخيل. ظريف. ظريف جدا. ايه ده؟ ما تخافش ما تخافش. جهاز تسجيل ده. وريني وريني. ما تخافش. ايوه ما تخافش ما تخافش ما تخافش. الرحمة يا بوش كده مش هتجوز حرام جوازنا يا حبيبتي. ربنا ما يحرمنيش منك يا حبيبي. مين اللي جاي لنا دلوقتي؟ كملي انت لبس على ما افتح واشوف مين. صباح الخير يا عم. اهلا وسهلا. عبد عظيم احمد عبد عظيم، تسمح لي ادخل؟ ما انت دخلت اهو. لمؤاخذة ما كنتش واخد بالي، وعلى العموم حصل خير. انا ما احبش اعمل تكليف. ممكن اعرف حضرتك عايز ايه؟ يا غاي يا كربنتس يا حلولي يا حبابي. انت ايه حكايتك بالظبط؟ الاول اتفضل، ده عشانك. بمناسبة ايه؟ المناسبة خير ان شاء الله، بس في مقدمة صغيرة أحب أقولها لك في الأول.